خلال كلمته في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك، أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين أن الدولة ماضية في تحقيق حقوق المستهلك بالقوانين والتشريعات التي وافق عليها مجلس النواب. وأشار الوزير إلى أن الدولة قد وفرت سيارات نجدة مجهزة للتحرك حال أي شكوى من المواطن، إضافة إلى إنشاء 15 مقرا جديدا للجهاز بالمحافظات. في عيده السابع بعد الثلاثين جاء الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك بمصر، ليؤكد أن هناك رؤية لقائد تنفذها الحكومة. بنراهن على رفع الوعي المجتمعي لدى المواطن المصري. لا يمكن أبدا أن تكون العمل التنفيذي أو دور الأجهزة أن تعمل بمفردها بمعزل عن دعم المجتمع، عن وعي المجتمع. الوعي المجتمعي بيؤدي إلى أن القوانين واللوائح والقرارات بتؤدي النتيجة على أرض الواقع. الاحتفال الذي بدأ بالسلام الوطني أتبعها الحاضرون بكلمات لا تبتعد عن دور الدولة كمنسق حقيقي لحماية المواطن عبر نشر فروع الجهاز بالمحافظات بما يصل إلى 15 فرعا جديدا. فاحنا النهاردة غطينا شرم الشيخ وغطينا الفيوم وغطينا الشرقية وغطينا القاهرة وغطينا الجيزة، فالعام القادم ستكون كافة المحافظات موجود فيها فروع لحماية المستهلك. فالتاجر الفاهم ومن من يتقدم صدقه وأمانته، من يتقدم صدقه وأمانته على صلاته وصيامه. انتهى الاحتفال اليوم لكن بتلك المفاجأة، ف15 سيارة جديدة قد دخلت الخدمة في الجهاز لنجدة المواطن حال الشكوى من الاستغلال. العربيات دي موجود ليها جي بي اس فيها، هو اللي بيتحكم فيها وبيحرك فيها، وموجوده ظاهره في الاوفيس نفسه او في المكاتب نفسها، هي موجوده فين ونقاط التجمع بتاعتها ونقاط وجودها، واحنا بنقدر عن طريق اي بلاغ او اي تحرك عايزينه بنقدر نحركها ونبلغهم يتحركوا بيها. معاهم وسائل لتلقي الشكاوي ايضا، وكمان معاهم وسائل ان هم يقدروا لو في مشكله في سوق معين يبتدي يتدخلوا وينظموا فيه. إذن فإن الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك المصري قد جاء بالجديد هذا العام، فبتلك السيارات تستطيع الدولة حسم الكثير من الأمور لصالح المواطن. بذلك فإن حماية المستهلك قد اتخذت منحا آخر بمصر، فالأيام القادمة ستشهد انتشار تلك السيارات بالشوارع لنجدة المواطن حال أي استغلال. رمضان الشحات، التلفزيون المصري.